بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح اشرح لاب 6 ويك 11 المادة IT 340 نتورك نتورك مانجمنت. في اللاب هذا عندنا مخطط بسيط للشبكة تحتوي على راوتر وسويتش وثلاث اجهزة كمبيوتر، وراح نفعل بروتوكول SNMP على الايجنت اللي هو الراوتر. طبعا SNMP هو بروتوكول يشتغل في الابليكيشن لير. ايش وظيفة البروتوكول هذا؟ يتحكم في الاجهزة اللي هي ايجنت، يعني الايجنت مثلا يرفع طلب للمانجر يقول له والله انا عندي مشكلة في المنفذ رقم كذا، والمانجر نفسه هو يحل المشكلة. طبعا هي كلها سوفت وير، يعني ما في شيء فيزيكال في الموضوع هذا. الراوتر يعتبر ايجنت، والمانجر اللي هو SNMP سيرفر تقريبا اذا مو غلطان يعني. فايش وظيفة يعني اي جهاز مثلا راوتر هب سويتش اذا يحتوي على عنوان IP؟ في انواع مثلا زي مانجد سويتش، هذا نقدر نفعل عليه بروتوكول SNMP. اي جهاز يحتوي على عنوان IP وابغى اتحكم فيه حتى لو طابعه اقدر افعل عليه بروتوكول SNMP. والSNMP يعتبر سوفت وير، اما يكون مدمج في الجهاز او انه يكون خارجي. هذا شرح بسيط عن بروتوكول SNMP، وتقدرون ترجعون للمنهج، ما ابغى اتعمق في التفاصيل. الحين نروح لمخطط الشبكة. ستيب 1 كرييت لاب سيت اب. هذا السويتش، هذا الراوتر معليش، وهذا السويتش، وهذه الثلاث اجهزة. اول شيء نضبط المخطط هذا، بعدين نكمل باقي الخطوات. هذا موديل الراوتر 2911. نروح على النتورك ديفايسز وعلى الراوتر. هذا 2911، بعدين عندنا السويتش. السويتش راح يربط مع الراوتر. طبعا السويتش وظيفته منافذ، يعني لو ابغى اشبك اكثر من جهاز، مثلا لو عندي 200 جهاز ابغى اربطها بالراوتر هذا، راح استخدم السويتش، لان السويتش عبارة عن 20 منفذ واقدر ازيد المنافذ لو ابغى. الحين باقي الاجهزة، عندنا ثلاث اجهزة، هذا واحد هذا الثاني وهذا الثالث. باقي الحين ربط الاجهزة عن طريق اللينكس. طيب بما ان الاجهزة مختلفة هنا من الراوتر للسويتش، راح استخدم الكيبل، هذه الكيبل هنا كيبل ستريت ثرو. هذا رقم المنفذ جيجا بت ايثرنت 0/0 على 0/1 برضو هنا. طبعا كل منفذ استخدمه خلاص يروح ما يكون موجود، يعني هنا استخدمت 0/3. شوف 0/3 ما هو موجود، نبدأ من 0/4. الشبكة يحتاج نعطي عناوين IP. هذه step 2 add IP address to router and PC as given in the below mentioned table. عندنا هذا عنوان الراوتر والبي سي 0 بي سي 1 بي سي 2. طبعا كل العناوين نفس الكلاس، هذا كلاس سي. لو تلاحظون اول ثلاثة اوكتتس اللي هي 24 بت نفس الشيء، 192 هنا، 168 هنا، 2 اخر شيء هو اللي متغير اللي هي حصة الهوست. هذا بيكون للراوتر، من بعد الراوتر نبدأ نعطي الأجهزة العناوين هذه. هنا 2 3 4. نروح على باكيت تريسر، نفتح الراوتر. طبعا زي ما قلنا أول، في طريقتين إنك تعطي عنوان IP. تروح الرقم المنفذ من هنا config رقم المنفذ وتعطيه عنوان IP، أو عن طريق الكوماند لاين. طبعا الكوماند لاين أفضل عشان في استخدامات ثانية لها، زي تفعيل البروتوكول SNMP يكون عن طريق الكوماند لاين. مثل ما تكلمنا أول، إذا تبغى أول شيء تكتب enable عشان ترفع الصلاحيات، ترفع الصلاحيات يعني إنك تصير متحكم الجهاز. بعدها تكتب configure
كونفيجر تيرمينال عشان تدخل اعدادات الجهاز هذا. طبعا انا مضبط الخطوات من اول، فتلاحظون ما في شيء يتغير، يعطيني هنا invalid input. اللي بسويه الحين بكتب interface GIG اللي هو جيجا بت 0/0 interface اللي هو المنفذ اللي رابط عليه اللينك هذا. هذا الانترفيس جيجا بت 0/0. عشان ادخل المنفذ اكتب رقمه واحط العنوان، اكتب اي بي ادرس يعني عطى عنوان 192.168.1.2.1.2.1 واحط السبنت ماسك. طبعا بما انه كلاس سي هذا السبنت ماسك راح يكون 255 255 255 0 255 255.0. تلاحظون باقي احمر، اللينك باقي طافي. عشان اطافي ايش اسوي؟ اكتب نو شت داون، شوف على طول تحول الى جرين. عشان احفظ الاعدادات هذه، يعني الحين لو طفى الراوتر راح تلغي الاعدادات كامله. اول شيء لازم اطلع من الكونفيجريشن تيرمينال، اضغط اكزت، اكتب اكزت واضغط، بعدين اكزت مره ثانيه عشان اطلع من ال اول مره عشان اطلع من نفس الانترفيس، وثاني مره عشان اطلع من الكونفيجريشن تيرمينال. اكتب كوبي ستارت كوبي رننج داش كونفيج ستارت اب داش كونفيجريشن. الحين حفظت الاعدادات كامله، اضغط اكزت بس خلاص الحين كامل انحفظ. حتى لو تبغى تتاكد ترجع الكونفيجريشن، تروح لرقم المنفذ، هذا نفس رقم المنفذ اللي حطيناه هنا. طيب الحين لازم احط عناوين اي بي للكمبيوترات، الكمبيوتر راح يكون نفس الاي بي بس تغيير اخر رقم. هذا بي سي 0، اضغط على بي سي واروح على الديسكتوب IP configuration. هذا IP version 4 address، شوف على طول اعطاني السبنت ماسك. وهنا الديفولت جيت واي، الديفولت جيت واي عنوان الراوتر نفسه، العنوان دوت 1 اخر شيء. وهنا نفس الحكاية IP configuration، عشان ما حد يقول العناوين انا جايبها من راسي قاعد انسخها هنا بس. وهنا نفس الحكاية، بما أن على نفس الشبكة راح يكون الديفولت جيت واي هو عنوان الراوتر. وهنا برضو نفس الحكاية، ديسكتوب اي بي كونفيجريشن بي سي 2، حط عنوان الجيت واي. كذا نكون خلصنا، الشبكة كاملة شغالة ومربوطة ببعض، كلها نفس عنوان الراوتر. طيب الحين ستيب 2.1، تفعيل بروتوكول اس ان ام بي على الراوتر. تضغط على الراوتر، بعدها راح تفتح معك النافذة. هذا العادي سويناها الخطوة هذه كلها سويناها، بس هو اضاف العنوان عن طريق اليوزر انترفيس. الحين تفعيل بروتوكول ال SNMP على نفس الراوتر، بما ان الراوتر ايجنت وابغى افعل عليه بروتوكول، عشان يعني لو ابغى اشوف مثلا الراوتر كم له شغال، هل في مشاكل، او يعني الايجنت يتواصل مع المانجر اذا عنده مشاكل يرفع له الارم وغيرها. شوف هنا ايش مكتوب، SNMP سيرفر، هذا سيرفر اللي هو السوفت وير. طبعا الكوميونتي معروف ان ال SNMP كوميونتي بيست، هذه كلمة السر،
يعني السكيورتي في سكيورتي في البروتوكول اس ان ام بي يعتبر كوميونيتي بيست. وفي الفيرجن 1 في فيرجن 1 السكيورتي ضعيف جدا، يعني بلين تكست ما هو مشفر ولا شيء. هذا الباسورد وهذه الصلاحيات ريد اونلي. طيب نروح على الراوتر، نفتح الكوماند لاين، نكتب smmp.server هذا عشان افعل السوفت وير حق ال secure management simple network management protocol smmp server community يعني كلمة السر اسم read only. شوفوا اعطانا هنا warm start SNMP agent on host router is undergoing warm start. warm start فيه في المنهج اخذنا انواع الترابات، warm start cold start ما اذكر صراحة الباقي، بس انه warm start يعني re-initialization يعني انه بيشتغل الحين. SNMP server اللي هو السوفت وير التحكم في الاجهزة من agent المانجر وال managed object. نشوف ايش باقي الخطوات. في خطوة هنا لكنها مكررة نفس الشيء، بس الفرق انها read write، فرق في الصلاحيات. هنا read only، هنا read write. الحين step 3 test SNMP from PC. يبغى نسوي تيست للبروتوكول اس ان ام بي عن طريق الام اي بي براوزر اللي هي مانجمنت انفورميشن بيز. وش هي هذه المانجمنت انفورميشن بيز؟ مانجمنت انفورميشن بيز هي قاعده بيانات فيرتشوال، يعني ما هي فيزيكال، تحتوي معلومات على الاوبجكت. الاوبجكت اللي هو الراوتر نفسه، المانجد اوبجكت. تحول الاوبجكت اند اوبجكت ايدنتيفاير from management information tree إلى جزء مفهوم، يعني زي ما تشوفون هنا هذه موجودة برضو في الكتاب. هذه object identifier management information tree تبدأ من root. هنا ISO المنظمة حقت الـ OSI organization department of defense internet، بعدين تتفرع من هنا. طبعا كل الـ ISO مثلا الـ object identifier حقها 1، لو ابغى مثلا الانترنت الاوبجكت ايدنتيفاير للانترنت 1.3.6.1. هذه راح تكون عن طريق السوفت وير اللي اسمه ام اي بي براوزر. نفتح الراوتر من هنا، معليش عن طريق الكمبيوتر. هذا الام اي بي براوزر نفتحه. تشوفون هنا ام اي بي 3 مانجمنت انفورميشن بيز 3، هذه تعطيك معلومات عن مثلا لو تبغى تشوف الجهاز كم له شغال، ايش نوع الجهاز، موديله وغيرها، نفس اللي في المنهج. هنا في تعريف بسيط للمانجمنت انفورميشن براوزر. An MIB browser is a tool that allows you to pull data from network devices and display it in a readable format. Management Information Base البراوزر هي أداة تسمح لك بسحب بيانات عن network device اللي هو الراوتر وتعرضها في طريقة مقروءة، يعني تحمل ملفات من Management Information Base وتستعلم برضو عن معلومات وتسوي لها فلترة من الـ MIB 3 معرف الأوبجكت. لكل أوبجكت له معرف، بنوريكم الحين في الشرح وإن شاء الله إنها بتكون أوضح شوي.
طيب نفتح ال MIB browser ونروح على advanced، نحط عنوان الراوتر الادرس والباسورد تبع الكوميونيتي NSM اللي اضفناها اول، باسورد الراوتر اللي هو الايجنت. طبعا معروف ان ال SNMP يشتغل على بورتين، بورت 161 لل SNMP كويريز و 162 للترابس. الريد كوميونيتي الباسورد اللي هو NSM. بعدها نضغط اوكي. الحين تلاحظون هذه المانجمنت انفورميشن بيز 3، نفتحها لين ما نوصل للاوبجكت هذه. ISO organization.dod internet management management information base 3 system. هذه الاوبجكت وصلنا لها هنا، هذه system description، نضغط عليها ونختار go. طلع لنا object identifier .1.3.6 لما وصل لل system description. هذه object identifier وهذا نوع الجهاز سيسكو اي او اس سوفت وير سي 2900. بعدين سيستم اوبجكت ايدنتيفاير، سيستم اب تايم يعني كم لها الجهاز شغال، شوفون له 29 دقيقة و 42 ثانية، كل ما احدث يتغير. سيستم نيم لو ابغى مثلا اسم الجهاز وشو راوتر، فمثلا ابغى اغير الاسم اخليه جي 6. شوف بيتغير الحين، سيستم نيم جو بيظهر معنا الاسم جي 6. طبعا فيه ادوات ثانية يعني في اوبجكت ثانية تقدر تختار منها، لكن ما ادري شو وظيفتها بالضبط الباقي. انا طبقت نفس اللي في الملف، في عندك هنا الانترفيسز اذا تبغى مثلا تشوف عناوين الاي بي، اي بي راوتينج تيبل، الراوتينج لنفس الراوتر، راوت ديستنيشن، هذه طريقة الاستعلام عن طريق الـ MIB، طريقة الاستعلام عن نفس الايجنت. يعني تبغى تشوف متى شغال ومدري ايش، انت كمانجر مثلا تستخدم الـ MIB براوزر يعرض لك المعلومات ايش عن طريق الـ MIB 3 Management Information Base 3 عن طريق الـ Object Identifier. زي ما تشوفون هنا طلع نفس الشيء، سيسكو اسم الجهاز ونوعه كذا. نقول اللاب خلصنا شرح اللاب، ان شاء الله الموضوع بسيط واتمنى اني وفقت في الشرح. طبعا اغلبكم يسأل يعني ايش ممكن يجي في الاختبار، مثلا يطلبك نفس الخطوات هذه، يقول لك صمم لي مثلا شبكة راوتر وسويتش وثلاثة اجهزة وفعل عليها بروتوكول السمبل نتورك مانجمنت، وطلع لي مثلا سيستم اب تايم ولا سيستم داون تايم ولا سيستم ديسكريبشن او الاوبجكت ايدنتيفاير مثلا للدي او دي او الانترنت. باقي لاب واحد ان شاء الله نشرحه وكذا نقول خلصنا شروحات اللاب المادة 340. والله يوفقنا وياكم جميعا ان شاء الله، في امان الله.